الحلقة اللي قدامك دي من سندباد ظهر فيها الشيطان بعينه ومجموعة رموز خاصة بالماسونية. ايه اللي حصل في الحلقة دي وازاي في مشاهد كده اتحطت في مسلسل الاطفال؟ وايه علاقة الراجل الغريب اللي ظهر في الحلقة بكائن الاس بي 96؟ فتعالى ما احكي لك عن اكتر حلقة مرعبة اتعرضت في مسلسل سندباد، وفي الاخر احكي لك عن النظريات والاساطير المتعلقة بالحلقة اللي انت هتصدم لما تسمع ان هي كانت موجودة في مسلسل المفترض ان كلنا اتفرجنا عليه واحنا صغيرين. يلا نبدا بسم الله. لو انت ما تعرفش من هو سندباد فهو شخصية متاخدة من كتاب الف ليلة وليلة. الكتاب اللي كان موجود فيه قصص كتير خيالية زي علاء الدين، والقصة بتاعته تم تحويلها لأكتر من عمل، سواء بقى أعمال درامية، مسلسلات، أفلام، أو حتى الكرتون اللي احنا شفناه زمان. والكرتون ده هو اللي أنا جاي أحكيه لك النهاردة، لأن هو المفترض كان موجه للأطفال، وأظن إن في قنوات كانت بتعرضه زي سبيستون، أو حتى التلفزيون المصري أظن كان بيعرضه في فترة ما. الحلقة اللي بنتكلم عنها هي الحلقة الرابعة من المسلسل، بعنوان الرجل الغامض، واللي واضح من عنوانها بتتكلم عن راجل غامض هيظهر، وهنشوف بقى على مدار الحلقة الراجل ده قصته إيه. سندباد زي ما عرفنا إن هو مغامر أو بحار وتاجر في نفس الوقت وبيستكشف البلاد، هو في الأساس من بغداد. والرحلات بتاعته اللي كان بيطلعها كانت بتبقى يا اما في البحر عن طريق السفن، او كانت بتبقى حتى في الصحاري برا عن طريق ان هو بيركب على جمال وبيروح مع قوافل. العالم بتاع سندباد كان عالم ممكن تعتبره كان هو عالم اسطوري، عالم فانتازيا، كان فيه كائنات غريبه وحوش وحيوانات ضخمه وغيره. وسندباد كان عنده عصفوره او طائر صغير كان اسمها ياسمينة، ودي اللي كانت الرفيقه بتاعته في كل رحلاته. واحنا شفنا في اول حلقه ان هو هرب وطلع مع عمه على السفينه يبحر، وكان بيحاول على مدار الحلقات ان هو يرجع لابوه وامه في بغداد. وبتبدا احداث الحلقه الرابعه ان هم على السفينه كانوا محتاجين يتزودوا بالامدادات، بنتكلموا هنا على حاجات زي الاكل والشرب وغيره، لحد ما لقوا قدامهم جزيره. قرر القبطان ان هو هيبعت 2 من الموجودين على المركب هيروحوا الجزيره ديت عشان يشوفوا اذا كان في حاجه هناك ممكن يشتروها. وفعلا في 2 من الرجاله نزلوا ومعاهم السندباد وراحوا على الجزيره، ولما وصلوا لقوا شيء غريب، لقوا بيضه عملاقه لونها ازرق، ولكنهم كانوا مفكرين ان هي بوابه لكهف ما، وان الغشاء بتاعها عشان هش فهم ممكن يكسروه ويخشوا جواها. اللي اكتشف بسرعه ان ديت مش مدخل لكهف ولكنها بيضه كان سندباد. حاول ان هو يحذرهم ويندى عليهم ولكنهم ما سمعوش ليه، طنشوه من الاخر. جابوا جزء شجره وفضلوا يضربوا في البيضه لحد ما كسروها، والبيضه نزل منها سائل اشبه ما يكون بالدم. من الواضح ان هم قتلوا الكائن اللي كان موجود جوه البيضه. وفي نفس اللحظه اللي ده بيحصل بنشوف كائنات جايه من السماء، كائنات عملاقه او ما تسمى بالعنقاء. الفونكس هو كائن اسطوري وتذكر في اكتر من تراث شعبي لمختلف الشعوب. طبعا الطيور لما شافت ان البيض بتاعها اتدمر قرروا ان هم هينتقموا من البحاره اللي عملوا كده، فواحد من الطيور اخذ بسرعه طوبه عملاقه وحدفها على السفينه وغرقها وغرق كل اللي كانوا موجودين فيها بما فيهم السندباد. ولكن من حسن حظه ان هو فجاه فاق لان البحر رماه على شط جزيره. الجزيره هو ما لقاش اي حد معاه غير نفسه، ما كانش يعرف ايه اللي بيحصل، فابتدى ان هو يتمشى في الجزيره لعل وعسى ان هو يلاقي حد. وفعلا وهو ماشي، وهنا بقى الحاجات الغريبه بتبدا، بيلاقي راجل عجوز شكله اشبه ما يكون بالموميا، رفيع جدا. الراجل ده كان قاعد على نهر وكان باين عليه ان هو حزين او تعبان، فالسندباد بطيبه قلبه قال ان هو يقرب له ويشوف اذا كان محتاج حاجه. ولما بيروح للراجل العجوز فعلا وبيساله يا جدي انت محتاج حاجه؟ فالراجل بيقول له زي ما انت شايف انا راجل عجوز ضعيف وكنت نفسي اعدي النهر دوت، ولكن من كتر ما رجليا بتوجعني انا مش قادر ان اعدي النهر، فهل ممكن انت تحطني على كتفك وتمشي بيا تعدي بيا النهر؟ فسندباد قال له مفيش مشكله اهو ناخد فيك ثواب، وفعلا حطه على ظهره ونزل بيه في النهر ومشي وعد. فهنا سندباد قال للراجل خلاص انا عديتك ممكن تنزل. وهنا بقى الامور الغريبه بتبتدي انها تظهر. الراجل قال لسندباد لا انا استمتعت قوي بالركوب على ظهرك، يعني ممكن بقى تاخد لي لفتين كمان. فسندباد قال له انزل انا تعبت، انا مش انت كنت عايزني اعديك؟ اديني عديتك. قال له لا انا شايف التل اللي هناك ده، انا عايزك توديني عنده. الغريب بقى ان الراجل ده لما انا جيت ابص للهيئه بتاعته لما كان قاعد بالظبط عند الشجره، الطريقه اللي كان قاعد بيها لون جسمه الاخضر بيفكرني بكائن في منظمه الاس بي 96، وده انا هبقى عامل له فيديو لوحده هينزل قريب ان شاء الله، لان لو احنا فكرنا نتكلم عنه في الحلقه ديت هنحتاجه كمان ربع ساعه. ولكن النقطه دي خليها لغايه اخر الحلقه، لان الراجل بعد ما مرضاش ان هو ينزل من على كتفه وطلب منه ان هو يمشي بيه لحد التل الموجود هناك. طبعا سندباد كان مرهق وتعبان جدا، فسندباد بكل حزم قال للراجل لا انزل من على ظهري انا تعبان. فالراجل بقى في ساعتها وبص بدا يعمل ايه، بدا ان هو يقفل رجليه الاثنين على رقبه سندباد عشان يخنقه. رجليه كانت قويه جدا لدرجه سندباد ما كانش عارف انه يفتح رجليه ويبعدها عنه، وفي نفس الوقت بدا ان هو يضربه على راسه لحد ما سندباد استسلم للامر الواقع وعرف ان هو مش هيسيبه. فهنا اضطر سندباد ان هو يخضع للامر الواقع وقال له ماشي هوديك بس شرط بعدها تسيبني لان انا فعلا تعبت من كتر المشي. سندباد فضل مكمل معاه لحد ما تعب ووقع، فالراجل طبطب عليه وقال له انت ولد جيد واريدك ان تحملني اكثر. قال له لما انا ولد جيد ما تسيبني، ومع ذلك الراجل ما استجابش وركب تاني على كتف سندباد. وهنا بقى تحس ان هو كان عايز يتحكم فيه او يفضل مسيطر عليه ومستعبده بالطريقه دي. سندباد رفع الراجل تاني على كتفه واستسلم للامر الواقع وفضل ماشي بيه لعل وعسى ان الراجل يرضى عنه ويسيبه. وهنا بقى بص الشيء المرعب اللي حصل، الراجل وهو راكب على كتفه ابتدى ان هو يتحول، ايديه ورجليه بداوا ان هم يتحولوا لحوافر شبه حوافر المعيز، راسه ابتدت ان هي تتغير وبتاخد شكل الماعز، عينيه بدات تبيض وبيطلع له قرون شبه قرون الشيطان. لو انت ما تعرفش فاللي انت شايفه قدامك ده
واحد من رموز الماسونية أو الرموز المشهورة كمان عند عبرة الشياطين، وهو الشيطان اللي اسمه الشيطان بافوميت. الشيطان ده كان موجود في أغلبية أفلام الرعب اللي انت اتفرجت عليها أكيد قبل كده، شفت في الرمز بتاعه. وطبعا أغلبيتنا مدركين جدا للشكل بتاع الشيطان اللي اتوصف تقريبا في أغلبية الكتب حتى في أفلام الرعب. فضل سندباد مكمل المشي وهو شايل الشيطان ده على كتفه، ومن وقت ما العجوز اتحول للهيئة الشيطانية دي ما كانش بينطق بولا كلمة. سندباد بقى يكلمه وينده عليه، تحس إن الراجل خلاص عمل نفسه على وضع السايلنت. وفين وفين لما سندباد وهو ماشي بيلاقي قدامه واحة، ولما بص بعينه لاحظ إن في راجل قاعد جنب شجرة وإنه معاه شوية أغنام كان بيرعاها، يعني هو راعي غنم. سندباد لما شافه طار من الفرحة، أخيرا لقى حد ممكن ينقذه، وفعلا طلع يجري على الراجل والراجل كان نايم. سندباد لما بدأ ينده عليه، الراجل أول ما فتح عينيه وشاف الشيطان اللي كان سندباد شايله على ظهره، الراجل اتفجع، قام بسرعة وطلع يجري. سندباد ما كانش فاهم هو خاف من ايه، انا كل اللي حاصل ان انا شايل راجل عجوز على كتفي. سندباد كان مستغرب، ولكنه راح عشان يشرب من الواحه لان هو كان ميت من العطش. ولما راح انعكاس سندباد والشيطان اللي هو شايله فوق ظهره كان حيبان في الميه، وفي اللحظه دي الشيطان نط من على ظهره ورجع تاني لهيئه الرجل العجوز. وعشان بسرعه تدرك الامر وامره ما يتكشفش، فقال لسندباد احنا محتاجين نريح هنا شويه، اشرب انت من الميه وانا اخد قسط من الراحه تحت النخله. واللي حصل ان العجوز من بعد ما رجع من هيئه الشيطان وراح تحت النخله او الشجره عشان يريح، سندباد هنا لقى ان هي فرصه مناسبه جدا ومش هتجيله تاني ان هو يهرب منه. وفعلا بدا سندباد ان هو يتسحب واحده واحده بعد ما شرب من البحيره، واستغل ان العجوز خلاص راح في النوم. طلع عشان يجري وخلاص كان على وشك ان هو يفلت منه، ولكن الرجل العجوز في ساعتها صحي وشاف سندباد وهو بيحاول يهرب. وهنا بقى حصلت المفاجاه، الرجل العجوز مسك النخله اللي كان ساند ظهره عليها بايديه الاثنين قطمها وبدون استخدام اي معدات، قوته ولا قوه سوبرمان، وبعدين مسكها شبه الرمح وراح حدفها جت على سندباد واخرته واتدحرج ونزل قدامه تاني. جرى الراجل بسرعه وراح ناطط راكب فوق كتافه وقفل عليه عشان ما يخلوش يهرب منه. ايه سر القوه المرعبه الموجوده عنده؟ ازاي رجل عجوز ما كانش قادر ان هو يعدي النهر وعنده القدره انه يرمي شجره كانه مثلا بيرمي طوبه صغيره؟ الراجل بعد ما ركب على كتفه تاني وبدا ان هو يقفل عليه عشان يقول له ما ينفعش انك تهرب مني، جت الطائر اللي كانت بتسحبه في رحلاته اللي هي كان اسمها ياسمينه، وقعدت تضرب الراجل العجوز وتنقره وتقول لسندباد انه الشيطان ولن يتركك حتى تموت. الراجل في ساعتها اتعصب وتحول للشكل الشيطاني، رجع تاني لشكل المعزه بالقرون بتاعته وضرب الطائر وقعها على الارض. فساعتها هي قالت له لا انا بخاف، اهرب منه يا سندباد، وطلعت تجري بعيد عنه من كتر الخوف. سندباد بعد ما اتخنق بيحاول ان هو يهرب للمره الثالثه، فقرر ان هو يجري بسرعه لعل وعسى ان الراجل يقع من فوق كتفه، ولكن اللي حصل ان الراجل قفل رجليه على رقبته ومسك في غصن شجره فضل متشعلق فيها وفضل يقفل على رقبه سندباد لحد ما لقى ان سندباد قفل عينه. الحمد لله ان هو ما ماتش، ولكن اللي حصل ان بسبب قطع الاكسجين عنه سندباد اغمى عليه، وكان مغمى عليه بجد ما كانش بيمثل. الراجل سابه وفضل قاعد جنبه، وبعد شويه الراجل بدا يتمشى. فضل سندباد مغمى عليه في المكان دوت لحد ما تقريبا جه عليه منتصف الليل. سندباد لما قام صحي خلاص وفاق من الغيبوبه اللي كان فيها، لقى الراجل العجوز مش موجود ناحيته، فادرك ان دي احسن وقت هو ممكن يهرب فيه منه، وحاول فعلا انه يهرب للمره الرابعه. طلع يجري في الجزيره لحد ما وصل للغابات وهو مش عارف يروح فين ويجي منين. فضل يلف هنا ويلف هنا لحد ما حظه الاسود سمع الراجل العجوز بينده عليه، قال له انت بتحاول تهرب مني؟ فسندباد خاف قال له لا انا مش بحاول اهرب منك، قال له بس انا جعان وعايز الاقي اكل. فالراجل يعني صدقه قال له ماشي دور على اكل، بس ما تحاولش تهرب عشان ده هيخليني اقتلك اسرع. سندباد واضح انه ادرك ان مفيش طريقه للهروب منه، وهنا بقى هيعمل خطه هتعرفها في اليوم اللي بعديه. سندباد لما راح الغابه ابتدى ان هو يدور فعلا على اكل، ومعاه قنينه كده بدا يقطف العنب ويحط العنب جوه القنينه بتاعته، وبعدين رجع للراجل وهو معاه القنينه وشاله تاني وكان طالع عليهم الصبح وكملوا مشي. واثناء ما هم ماشيين وطالعين زي حافه جبل، الراجل بيقول له انت ولد قوي، عارف ليه؟ عشان اخر واحد كان شايلني زيك مات في المكان ده، وشاور له فعلا على مكان كان فيه نعل ولبس بتاع شخص كان موجود قبليه. سندباد اترعب ولكن ما حبش ان هو يبين له ده، ولكنه بدا بقى في تنفيذ خطته، بدا ان هو يمشي بيه مسافه طويله جدا، وبعدها فجاه من كتر التعب وقع. فالراجل العجوز قال له ايه قربت تموت؟ وهو مبسوط وهو بيقولها له، فسندباد قال له لا لا ما تقلقش انا عمري ما هموت، وطلع القنينه قال له اصل انا معايا حاجه اسمها ماء الحياه، والمياه ديت انا مجرد ما هشربها هترجع لي صحتي وقوتي تاني. فالراجل لما سمع الكلام ده اخد الازازه من سندباد، قال له اوعى، وقعد يزقه. سندباد حاول ان هو ياخد الازازه منه وبدا يتعارك معاه، والراجل ثبته بايده ومسك الازازه وبدا يشرب منها، ورجع ركب تاني فوق ظهر سندباد. اللي حصل ان سندباد في الليله اللي قبلها العنب اللي كان بيجمعه ده عمل منه خمر عشان الراجل لما يشرب منه يسكر ويدوخ، بل وان سندباد كمان كان عمال بيسرع في المشي بتاعه عشان يدوخه اكتر. واللي حصل ان خطه سندباد نجحت، الراجل من كتر شرب الخمره والجري بسرعه داخ ولوحده وقع واغمى عليه. سندباد لما شافه واقع على الارض ومغمى عليه فضل يتنطط من الفرحه، ولكنه بالغلط بحظه الاسود داس على رجل الراجل، فالراجل بدا يفوق تاني. راح سندباد
محمد طلع يجري من كتر الخوف. الراجل قال انت برضه بتحاول تهرب مني تاني، وشال صخره بقوته المرعبه، ولكنه عشان كان سكران مش متوازن حدف الصخره على الجبل ما حدفهاش على سندباد، وده تسبب في انهيار صخور كبير جدا نزل على الراجل واتدفن تحت الصخور. سندباد وقف تاني من كتر الفرحه عمال بيهلل وبيضحك بقى ان هو انتصر عليه، ولكن فجاه لقينا الحجاره بتتحرك والراجل بيطلع منها. الراجل بدا يلعب على عاطفه سندباد، قال له كده تخلي راجل شايب، راجل عجوز ضعيف زيي في سن ابوك، وتسيبه يموت تحت الصخور؟ انت ايه ده؟ كان بيحاول ان هو يلعب على العاطفه بتاع سندباد عشان يرجع له، ولكن سندباد كان راجل اتعلم الدرس واتعلم الغلطه وما استجابش ولا سمع له، وطلع يجري وسابه، والمره دي فلت منه بجد. طبعا انت هنا هتضحك وهتقول الحمد لله سندباد نجا، لان احنا في اخر الحلقه شفنا ان هو خلاص قدر انه يخرج. ولكن تعالى بقى بالراحه كده نتكلم عن اللي حصل على مدار الحلقه. زي ما قلت لك ان الراجل العجوز ده انا اول ما شفته ادركت ان هو بيرمز لكائن او بيتكلم عن كائن موجود في مؤسسه الاس بي اللي هو الرجل الصارخ، بل وان ظهور الشيطان بافوميت في برنامج للاطفال ده شيء غير مبرر. انت ليه تطلع لي واحد من رموز الماسونيه او من رموز عباده الشيطان في حاجه زي كده؟ ايه كان القصد منها؟ هل هو كان محطوط عشان بس تبقى الحلقه مرعبه تشوق الناس وتقعدهم قدامها اكتر، ولا هو كان معمول عشان انت بتحاول توصل بحاجه، بتحاول تزرع في عقول الجيل اللي طالع حاجه، او ان هم يتقبلوا الشكل او الهيئه بتاعه الشيطان، او ان لما حتى يتعرض عليهم ان هم ينضموا لجماعه ما يبقوا متقبلين الشكل ده ومش خايفين منه لان هم شافوه زمان في مسلسلات كرتون. ولما جيت بقى ابحث عن الاسطوره الحقيقيه لحاجه زي كده، المفاجاه ان انا لقيت فعلا ان موجود فيه في التراث الفارسي اسطوره اسمها ذو القدمين الطويلتين. وذو القدمين ده هم مش واحد او اتنين، دول عشيره كامله من الكائنات او من الجن ده او حتى من الشياطين دول، واللي بيعملوه هو نفسه اللي حصل في الحلقه. اولا اوصفهم ان هم شكلهم قبيح، اجسامهم رفيعه ملتويه ما فيهاش عظم، ورجليهم طويله جدا. والعشيره دي موجوده في اكتر من مكان، موجوده في جبال انهار اي مناطق خلع عموما او اي مناطق مهجوره، بيكونوا موجودين فيها وبيستنوا الضحيه بتاعتهم. الضحيه اللي لما بتيجي بيطلبوا مساعدتها زي ما عملوا مع سندباد بالظبط، زي ما كان قاعد عند النهر وبيجي الضحيه فيقول له ساعدني وشني، ولما مجرد ما بيشيله بيمسك فيه وخلاص بيستعبده وبيخليه يمشي ويفضل ينفذ له في طلباته، يفضل يعمل كده في الشخص لحد ما يستنفذه والشخص ده يموت. ولو فكر ان هو يرفض الاوامر بيعمل فيه زي ما عمل في سندباد، انه يقفل رجليه عليه اكتر لحد ما يغمى عليه. وبمجرد ما الضحيه بتاعتك تموت وتستنفذها بيدور على ضحيه جديده وبيعمل معاها نفس اللي عمله ده اول مره. دي كانت هي الحلقه الاكثر رعبا اللي انا شفتها في سندباد، وهدور في الايام الجايه لو لقيت حلقات ثانيه كانت بنفس المنظر او فيها اشارات او دلالات مرعبه بالشكل ده هحاول اجيبها لك. مع العلم ان المسلسل ده كان مسلسل قديم جدا جدا يا جماعه، يعني غالبا حتى الجيل بتاعي ممكن ما يكونش حضره، او ممكن احنا حضرناه في الاواخر. في النهايه لو عجبتك الحلقه وبتحب المحتوى ده اتاكد انك عامل لايك، لان ده بيساعد المحتوى ان هو ينتشر اكتر. شيره مع بقيه الناس عشان نوعي اكبر قدر، وما تنسوش اهالينا في غزه والسودان من الدعاء بتاعكم. كان معاكم محمود زايد، سلام.